الحقيقة هي زراعة التبغ زراعة مزمنة ومتعبة بالوقت ذاته، يعني شغل فيها على مدار سنة كاملة بس بمراحل يعني متعددة. حاليا تراجعت نسبة زراعة التبغ، أول شيء غلاء المواد، يعني تكلفة الزراعة صارت مكلفة كتير، إن كان من الإعداد التربة لفلاحة الأرض، كان من الزراعة زراعة الدخان بالمشتل أو بالأرض، يعني يومية العامل اللي بده يزرع بالدخان لا يتعدى ال 40,000، يعني ال 40,000 وما فوق، يعني هذا كحد أدنى. إضافة إلى في مصاريفات تانية، يعني مثل تسميد الأرض وتهيئتها للزراعة، عدا على إنه المي. يعني وعينا عليها هالشكل في الدخان، وهي مصدر عيش حتى لو بسيط يعني، بس صرنا منحبها ومتعايشين معها، ما عم يعطونا حقنا كما يجب، ومصاريفها كتيرة وإنتاجها في سنين كتير قليل، يعني مثل السنة ما في إنتاج. إذا بدنا نستأجر اليد العاملة غالية على الدخان، لأنه انقرضت أساساً، ما عاد في حدا عم يزرع. لو مقابل كانت اليد العاملة للدخان رخيصة يعني مقبول الوضع، بس هلأ لا، لأنه اليد العاملة مفقودة، غلي المي، غالية الكيماوي، غالية الفلاحة، غالية كل شيء غالي. هلا مضطر نحن على مدار السنة ضلنا نشتغل فيهم، إذا منعد الأيام اللي بنشتغل فيهم مع المحصول اللي بيطلع لنا، يعني يمكن بيطلع يوميتنا بالعشرة آلاف ليرة. عن جد غطي مكلفة الزراعة، فلاحة ومي وضمان أرض وكيماوي وسويد، مش عم نغطي مصاريفهم. بنا هالدولة تحس فينا بالمزارع وتعطينا حقنا أقل ما فيه. يعني شركة الرجيع بسمحتنا ب 100 كيلو على الدولم، يعني عندك رخصة، منحتنا رخصة 400 كيلو. الزائد أو الفائض من الإنتاج اللي بيصير بالدخان ما بتاخذه مننا الشركة، يا بيروح بينبيع بالسوق السوداء بأرخص الأسعار، مضطر إنه بدك تبيع، ولا إذا خليتهم لتاني سنة يمكن يسوس الدخان يتلف يعطيني إلى آخره. الأسعار اللي بتعطيها شركة الرجيع الأسعار مش كتير متدنية نسبة مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار المواد الغذائية والمواد اللي ممكن نحن نستعملها بصناعة الدخان أو بزراعة الدخان. فلذلك الكيلو اللي عم تعطينا إياه الرجيع 14 أو 15,000 كحد، يعني هذا هي عطي سعر 14 أو 15,000، بس إنه تاخذ أنت السعر العالي صعب كتير، يعني لا يتعدى انه تاخذ ثمن الكيلو الواحد 13 و 13 و 500. هذا اذا بدك تحسب النقصان الدخان اللي بيحصل عند الاوزان بالتوزين بالرجيع على الابان، ثانيا عدم النفع اللي بتتلف الرجيع، بتحط كيلو على عديم النفع كيلو خاش، وثانيا يعني الاسعار اللي بتحطها بالمتدني وعديم النفع وجيد والوسط على ثلاث أو أربع مراحل بتسعرهم. معيشي غالية ومش عم نعطي يعني زراعة الدخان قد ما بيستاهل الدخان، يعني ما فاشي بوفر رخصة ضمينة وأرض ضمينة ومستأجر علينا على زرعتنا وعلى فلاحتنا وعلى مياتنا، ما فيش يعني بدائل غير هاي، عم نختار نشتغل غصب عننا بها. مع هذه المعاناة منحييكم أصدقائي المشاهدين بحلقة بتمنى من خلالها نرفع الصوت من جديد، لأنه واقع مزارعي التمباك والتبغ في لبنان يستوجب اهتمام، أقصى اهتمام. ضيفنا اليوم رح نسعى نحن وهو أنه نضوي على فصول هذه القضية على متابعتها، لأنه الواقع لا يحتمل البقاء بهذه الوضعية أكثر من هيك. اسمحوا لي رحب بعضو تجمع مزارعي التبغ في الجنوب اللبناني بخليل ديب. أهلا وسهلا فيك حضرتك، أنت ضيفنا لأول مرة ببرنامجنا، ولكن يبدو من خلال الروبورتاج اللي نحن عم نتابعه مع المعنيين أنه واقع المعاناة بعدها هي ما في شيء تغير. يعني حضرتك ومع كل المعنيين في هذا القطاع، شو هو برنامجكم المطروح لحتى تقدروا توصلوا إلى حل ممكن يرضي الجميع بإطار الأوقات والظروف المرعية الإجراء؟ بداية أستاذنا الكريم بنشكر تلفزيون لبنان على
وشكر خاص لحضرتك استاذ الاولى على اتاحه هالفرصه وهالاستضافه اللي مقيمها. نعم. فرصة لرفع الصوت لمعاناة هذا القطاع المزمنة. قد ايه له عم بيعاني هذا القطاع؟ زراعة التبغ حقيقة يعني مهنة بظل يعني الأوضاع اللي سادة بالمناطق الريفية وسيما بالجنوب يعني وما عاناه بفترة السبعينات والستينات. مهنة بتعتمد عليها سيدي هيدا البديل؟ لا لا لا، عم بتكون مهنة يعني رديفة. نعم. على طول في شغلة تانية وإلا وحدة ما بتكفي ولا بأي شكل أبدا. هلا المراحل المعاناة اللي مرق فيها مزارع التبغ يعني من جيل لجيل عم بيتوارثها، عم بيتوارث المهنة وعم بيتوارث المعاناة معه. نعم. عم تستمر. مزارع التبغ قضيته محقة ومعاناته يعني مزمنة وحقوقه مشروعة 100%. نعم. مزارع التبغ عم بيشتغل مع كامل أفراد عائلته على مدار السنة. إذا مش إنه 13 أو 14 شهر إذا بنعد على موجب قانون العمل إنه 6 ساعات. نعم. موظف أو 8 ساعات. مزارع التبغ مدخوله بالسنة هو وكل أفراد عائلته ما بيتجاوز 5 مليون ليرة. كم دنم يعني عم نحكي نحن هون؟ الرخصة أو الترخيص اللي عم تعطيها إدارة الرجال. نعم. للمزارعين حوالي 4 دنومات، 4000 متر مربع. نعم. بده يعيش من المزارع. بيكون بيملكهم هالمزارع ولا بيضمن؟ لا لا لا، تصريح هو. نعم. لا أكثر ولا أقل، ما له أي يعني بركي. مردود ثابت. نعم. على صعيد ضماني أبداً. ولا بشيء ابدا، لا بضمان صحي لا بضمان تعويضات اضرار. رح نحكي عنه. ما في شيء ابدا. نعم. ابدا. تصريح يسمح من خلاله للمزارع بمزاولته المهني لموسم فقط لا غير، يجدد ثاني سنه. كل سنه يجدد؟ بالضبط. عيداك نحن حاطين هلا ببرنامجنا انه تعريف العلاقه مع الاداره. برنامج مين؟ تجمع مزارعي. نعم. التبغ. نعم. استحدث من حوالي السنتين، قدمنا ترخيص بوزاره العمل. بس في نقابه يعني نحن عاده نستقبل رئيسها ونجتمع معهم. صحيح، في نقابه. نعم. كمان نحن ليش انتم استحدثتوا من سنتين تجمع طالما يوجد نقابه؟ لانه في غياب كلي. نعم. يعني انا ما عم بتجنى، هذا لسان حال كل المزارعين على الارض، في غياب كلي. نعم. لدور هذه النقابه، لانه يعني عم بتعيش ظروف استثنائيه على صعيد وضعها بخلفيتها بما تمثل، عم تتماهى مع اداره الريجي بالمطلق، ما عم بيكون في يعني متابعه لمطالب المزارعين وحقوقهم بشكل انه هالمزارع يوثق بانه هالنقابه فعلا بتمثله. بس هو رئيسنا نائب رئيس الاتحاد العمالي العام كمان. ما اختلفنا. انا يعني لا، انا قصدي يمثل هذا القطاع. نعم. من كل شرائحه وجوانبه لحتى يقدر يضمن للمزارعين حقوقهم، انت هذا اللي بتشوفه. انا احد المزارعين موجودين على الارض. نعم. بدي احكي من خلال ضيعتي. في حدا وين ضيعتك؟ شقره قضى بنت جبال. نعم. في حدا منتسب للنقابه بس ما بيزاول مهنه الزراعه. أوكي. إدارة الريجي التنسيق والتماهي اللي عم بيصير بينه وبين نقابة مزارعين التبغ حصريا؟ طبعا طبعا، عم بيكون في توزيع تراخيص لأشخاص يعني وهميين على صعيد ممارسة مهنة الزراعة. كلمة فقط كبيرة. أنا عم بعني ما أقول. نعم. وأنا مسؤول عن كلامي. تراخيص وهمية. تراخيص وهمية. نعم. وهلأ بيحكيك إنه كيف عم بيتأمن لتعبئة لمحصول. اللي ماشي. تراخيص وهمية. تراخيص وهميه بالضبط. نعم. هلا اداره الريجي لما كانت عم تستلم من المزارع بمرحله ال95 لما نزلوا موظفين اداره الريجي على الارض برموا بكل ضيع الجنوب انه استقر الوضع ويفترض انه هي المهنه ترجع تتجدد وتتفعل. نعم. وتتنشط وتفضلوا يا شباب ورح نسجلكم بالضمان ورح تكون الاسعار مدروسه وعاليه ورح يكون في تعويضات على الاضرار بحال حصلت. نعم. الى ما هنالك وثقت الناس طبعا وبظل بطالة وعدم وجود فرص العمل. نعم. كانت الناس متجاوبة، توزعت التراخيص، انعطى لكل يعني مواطن طلب انه يكون هو يعني مزارع، انعطى ترخيص قيمته 4000 متر مربع، 4 دنومات. نعم. نحكيها بالعامية. نعم. نحن الأربع دنومات ممكن ينجو 700 كيلو، ممكن ينجو 600 كيلو، ممكن ينجو 400 كيلو، ممكن ينجو 1000 حسب نوعية الأرض وحسب. نعم. خبرة المزارع بتأهيل الموسم وين. نعم. سماد وحراثة ونوعية الأرض وإلى ما هنالك. كانت تستلم إدارة الريجي بال 95 96 لحد ال 2000 تقريبا. نعم. كل إنتاج المزارع، يعني المزارع بيطلع عنده بالأربع دنومات 700 كيلو كانت تاخذ ال 700 كيلو. واليوم هلا اللي تغير هون أنا اللي قصدته بالتراخيص الوهمية اللي انعطت للأشخاص. حددت إدارة الريجي للمزارع إنه بيسلم على كل دنم 100 كيلو فقط لا غير.
يعني 4 دولومات بيسلم 400 كيلو وما زاد عن ذلك بيصير فائض عرضه للتسوس مثل ما قال اخ المزارع بالتقرير بالريبورتاج انه بيصير عرضه للتسوس يمكن يكون نسبته 30% يمكن 40% يمكن 50% من اللي سلموا. ليش عملوا هالخطوه برايك؟ عملوا هالخطوه لانه في تراخيص اللي قلت لك عنها رديفه وهميه لاشخاص ما بيزاولوا الزراعه ومطلوب منهم يكونوا حاملين يعني يعني ترخيص ليكونوا فاعلين بالنقابه فقط لا غير. هالقد هالفائض هذا اللي بيزيد عند المزارع هالقد بدل فعاليه بالنقابه يعني؟ ايه بده يكون يعني من ناحيه قانونيه نعم عضويه النقابه شيء بيعنى بالزراعه بده يكون مزارع نعم. هلا اذا نقابه مزارعين تابغ الهيئه العامه بعضويه المنتسبين بده يكونوا مزارعين تابغ. هلا لما بيكون مزارع وما بيمارس المهنه كيف بده يكون عنده ترخيص وهو مش مزارع؟ تحدد للمزارع هون هذه يعني في ظلم واقع على المزارع الفعلي اللي هو عم بيتكلف هو وعائلته وعم بيدفع مصاريفه وعم بيبذل جهد على مدار السنه انه تعا يا فلان نسبة 30% أو 40% من إنتاجك رح يروح لحدا جارك أو بضيعة تانية بياخده ليسلمه ليحافظ على على توصيف إنه هو مزارع ليكون عضو بالنقابة. طب شو مستقبل يعني يعني هالشيء اللي أنت عم تحكي إذا بقينا على هذا الوضع يعني شو ممكن يأثر؟ في ناس بياخذوا قرار إنه ما بقى يزرعوا يعني بيلجأوا لشغلة تانية طالما عم بيكون في شغلة رديفة إلى جانب زراعة التبغ. الناس مضطرة نعم. في شغلة بدي ألفت النظر لإلها. وحدة من معاناة المزارعين بالفترة اللي أقدمت فيها الرجية على إعادة تجديد زراعة التبغ ما بعد الخمسة وتسعين اضطروا المزارعين أول شيء ما في فرص عمل في بطالة مسكرة بوجهه من جميع الجهات ما في وظيفة بالريف بس أنا عبتلي أنه ما بت يعني لا تفي بالغرض يعني أنه لا تفي بس كمان في يعني في حاجة كيلو قدي بده ينبيعه في مية كيلو قدي بده ينبيعه الكيلو عم ينبيع هلأ معدل الوسطي من 12 ل 12.5 12,500 فقط لا غير هلأ ممكن ينزل للعشرة ونص ممكن ينزل لتحت العشرة مش ممكن يطلع أكثر لا 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 ما عم يطلع قديش مفترض يوصل في حالات استثنائية قديش مفترض يوصل يعني نحن عم نحكي عن معاناة يعني بعكال بالشمال بالجنوب كلها وحدة لا لا كمان هون نحن نتضامن مع اخواننا وزملائنا المزارعين منطقه البقاع نحن هلا ينسب لنا انه نحن اخذين من مزارع البقاع بينقال لنا انه مزارعين الجنوب ماخذين نحن دعم من وزاره الماليه نعم. بمجهود شخصي قام فيه والشمال انتم مين قام بهالمجهود؟ ما حدا عم بياخذ يعني الرجيه بتستلم محاصيل مزارعين بالبقاع وبالشمال باسعار اقل من هيك بعكار وشمال ما عم تنسقوا معهم نفس المعاناة عندكم كمان؟ نفس المعاناة هي ذاتها بس انه بتفرق نحن هلا يعني قاطعين شوط اكثر انه ايه في رعاية سياسية لدعم وتمويل دولة الرئيس نبيه بالري صح خلينا ناخذ اتصال من رئيس نقابة مزارعي التبغ والتنباك في عكار والشمال عبد الحميد سعر الو 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 بدك توطيني صوت التلفزيون عندك تسمعني بشكل واضح الو الو ايوه بدي اطلب منك نوطي صوت التلفزيون عندك ارجوك انا موطي التلفزيون على الاخير ماني عم اسمعك على التليفون عم تسمعني على التليفون اهلا وسهلا فيك أهلا يعني فيك. سيدي مع ضيفنا استاذ خليل ديب عضو تجمع مزارعي التبغ في الجنوب لاحظنا انه معاناتكم وحده يعني بهذه الاطار ما عم اسمع صوتك بس اذا ممكن ما صوت غير بتحكي لي على التليفون لازم تسمع صوتي هيدا اللي قصدته نعم بس كيف توصف لي واقع مزارعي التبغ يعني بشمال وعكار بهذه المرحله تحديدا هلا انا بصفتي رئيس نقابه مزارعي التبغ والتنباك في الشمال اليوم وايضا انا امين سر اتحاد مزارعي التبغ في لبنان يعني يلي براسه الاخ حسن فقيه انا عم تسمع من البدايه على الاخ خليل نعم فبعض الامور يعني فيها اشتباه اللي عم يحكي فيها حضرته فيك توضح لي وين؟ خاصة لما بيحكي عن الرخصة انه مثلا الإدارة كانت تاخذ الإنتاج كله صحيح هذا كان قبل ال 95 نعم ولكن بعد ال 95 يعني هذا كان الموضوع على صعيد الجنوب والبقاع والشمال نعم ولكن بعد ال 95 بال 96 نعم تم تنظيم التراخيص وتقديم طلبات من كافة المزارعين وتم تحديد الرخصة إن كان في الشمال أو في البقاع أو في الجنوب قديش بيقدر يسلم عليها المزارع يعني ما بتوافقوا لضيفنا أنه في رخص وهمية عم تنعطى؟ هذه الرخص الوهمية يعني أنا ما بعتقد هذا الموضوع موجود لسبب
بسبب يمكن يكون عم يحكي ما بعرف اذا عم يلحظ حضرته موضوع التراخيص اللي كانت قديمة المملوكي من وزارة المملوكي من أصحابها. نعم. والمرخصة من قبل وزارة المالية. نعم. هيدي ما بإيدنا نحن كنقابات أو كاتحاد إنه نفعل فيها شيء لأنه هيدي مملوكي. تسمح لي وضح. تسمح لي وضح بدون سألك سؤال. هيدي مملوكي هيدي التراخيص. أستاذ عبد الحميد. أصحاب المالكين هذا ما قبل 95. نعم نائب. إذا بتسمح لي بده يسألك سؤال تفضل نائب لو سمحت عم بتقول إنه ب 96 صار في إعادة خليل طلع بالكاميرا صار في إعادة تنظيم نعم إعادة تنظيم للعلاقة مع المزارعين على نعم. أساس إنه هذه الرخصة بتسلم عليها 400 كيلو أنا بدي أسألك إنه هذه الرخصة عند المزارع فلان إكس عملت عنده 700 كيلو هذا الفائض وين عم يروح؟ هلا هذا موضوع الفائض نعم. أحيانا بالعائلة بيكون في اثنين مزارعين مرخصين نعم. اذا كان زارع هو عمل 700 كيلو بيعطيهم لاخوه اللي هو مرخص بيعطيهم الزياده اللي عنده لاخوه اللي هو مرخص يمكن يكون شو ضرر وجود رخصه لحدا ما عم يزرع فهذا المزارع اللي عم يطلع عنده 700 كيلو نعم هو بحق له يسلم 300 كيلو او 400 كيلو نعيب بس بدي لك تجاوب على سؤال اذا ممكن هذا الموضوع ينطبق في الشمال وفي البقاع وفي الجنوب وين ما كان هذه حال الزراعة اليوم في لبنان حبيبي نعيب عم تسمعني؟ اي نعم بس اذا ممكن يعني حتى بنعطي الموضوع اكثر من حقه عم بيقول ليش عم نعطي رخص لناس ما بيزرعوا هذا الموضوع غير موجود انا هيدا غير موجود هلا عم بيحكي خيو اخذ منه اذا ما طلع عند خيو بيعطيه يعني حط نعم ليش ما بده يطلع ما هو عم يزرع ليه فلان طلع عنده 700 كيلو فلان ما بده يطلع عنده ولا كيلو يعني كيف حدا زرع ما وصل ما بيطلع عنده ولا كيلو نعيب انتوا قديش عم بتسلموا الكيلو اليوم بالشمال لا خليني اقول ما بيطلع عنده ولا كيلو نعم. قد هو ما يقول الاخ خليل نعم. انه عنده يمكن يطلع عند الشخص 700 كيلو وعند غيره ممكن يطلع 200 كيلو نعم. فممكن هون النقص اللي عند خيو ياخده من عند اخوه طيب نعيب قديش سلمتوا الكيلو اذا بتسمح لي نعيب. هذا الموضوع ينطبق في الشمال وفي البقاع وفي الجنوب في كل مكان نحن بس بدي اقول شغلي قديش سلمتوا الكيلو نقيب السنه نحن السعر عندنا بالشمال اكيد يختلف عن سعر الجنوب لانه نحن بنزرع تنباك التقسيم هو التسعيره بشكل عام بالنسبه للتبغ في الجنوب او بالنسبه فينا نوضح للناس سريعا الفرق بين التبغ والتنباك هو نفس سريعا التسعيره ولكن التقسيم بيصير عندنا اقل الاعتبار انه كميه الدعم اللي عم يندعم فيها التنباك اكثر من الدعم اللي عم ينعطى للتبغ طب المعدل الوسطي لسعر الكيلو عندنا في الشمال حوالي بين 10000 و 10500 ليره نقيب بس اذا ممكن يعني بالختام لمحه سريعه الفرق بين التبغ والتنباك وليش بينزرع التنباك بس بالشمال الفرق التنباك هو بيعرف الاخ خليل التنباك بعرف هلا وانا بعرف بس بدنا الناس اللي عم يسمعونا لحتى يفرقوا زراعه مرويه نعم الدنم ممكن يعمل عندنا 250 كيلو الدنم نعم. الواحد دنم التنباك باعتباره زراعه مرويه كلفته يمكن اقل من كلفه زراعه التبغ زراعة التبغ في الجنوب هي ورد السعدة 6 ورقة صغيرة الدنم ممكن يعمل 100 كيلو 110 كيلو نعم. هذا الموضوع هذا الفرق قد تكون متعبة في زراعة التبغ أكثر من زراعة التنباك وهذا شيء واقع ولذلك نحن عم نلاحظ الفرق بين زراعة التبغ وزراعة التنباك طب نائب بهذه المرحلة بالختام كيف بتوصف الواقع عندكم يعني في مشكلة قائمة بحاجة إلى دعم ولا لا نحن كنقابات وكاتحاد نطالب دائما برفع الأسعار نعم. من قبل الدولة وهذا يحتاج إلى إلى حكومة وإلى وزارة وإلى بالإضافة إلى الإدارة أنه تشعر مع هذا المزارع نحن مطلبنا بدائم رفع الأسعار وتوسيع نطاق الزراعة نعم. في الجنوب وفي الشمال وفي البقاع ويعطوا رخص جديدة هذا مطلب دائم إن شاء الله. إضافة إلى مطالبنا بالضمان الصحي لمزارعي التبغ والتنباك في لبنان هذا مطلب محق لأنه مثل ما اللي قاله الأخ خليل بالبداية أنه المزارع التبغ ومزارع التنباك بيعمل 13 ساعة 13 شهر نعم بيعمل 13 شهر لأنه من اللي بيفيق الساعة 4 الصبح لحتى يلم الإنتاج لحتى يجيبه وينقله على بيته هذا تعب
ما حدا بيقدر يماثل التعب من اي قطاع اخر اللي هو عم يتعبه المزارع. لذلك نحن مطلبنا ومطلبه ومطلب واحد، كلياتنا بهذا الجو، كلياتنا ما نطلق زيادة الانتاج من جهة، وايضا اسعار المزارعين من جهة، ولكن عم نصطدم دائما بموضوع انه الامكانيات والقدرات المالية عند وزارة المالية، او الامكانيات الدعم انه ما عم يقدروا يقدموا دعم اكثر مما يقدم المزارع. السنة هذا العام استطعنا اجتمعنا مع وزير المالية ومع ادارة الريجي، وطالبنا بزيادة الاسعار، لانه خاصة بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب هذا الموضوع انعكس على السلعة اللي هو عم يستعمل، إن كان أدوية ولا أدوية. وضحت الفكرة ذي عم تتقدم لل نعم لل أو عم يشتريها المزارع من خلال الأكلاف، هذه الأكلاف عم تزيد على المزارع، وبالمقابل نحن بعدنا وضحت الفكرة نائبنا. يعني أنا بدي أشكرك، كنت متمنى لو كنت معنا بالاستوديو إن شاء الله مرة ثانية. بس خليني أوضح شغلة، طول عمرك وأهلا وسهلا فيك أستاذ. نقول فيتني رد يعني بشكل موجز رح رد على أنه شو اللي بيجبر مزارع الدخان طالما أنه ما في عنده نتيجة يبدأ هذا المجهود ويرجع يعيدها مرة ثانية. كنت عم بقول لك وجينا بحديث ثاني وصار في اتصال مع النائب. في نسبة من 70-75% من تعداد مزارعين اللي عددهم 16500 مزارع بكل لبنان، ولا بس بالجنوب عم نحكي؟ بالجنوب، فالريجي هو بالجنوب. نعم. هو مقترضين بمصارف وبنوك. نعم. يعني محافظة الجنوب النبطية. نعم. نعمل وقت التراخيص بال95. نعم. يعني قضية مزمنة. نعمل عروض من قبل شركات المصارف المصرفية والبنوك انه تعوا يا مزارعين خدوا قروض يسروا اموركم بنسبة 2.5%. نعم اخذوا. انا واحد من الناس وكترت وعملوا، وصل العدد لحد 70 بين 70 و75%. هذا اللي بيجيبك تشتغل بالدخان يعني؟ لا، انه هذا القرض. نعم. وصل مطرح انه صار على عاتقي. نعم. اجت الحرب 2006، ضرب موسم ما صار في تعويضات على كل. نعم. مزارعين الجنوب رفعوا الفايده ل 13 و14%، وفي مطارح 14.5%. صار. نعم. المزارع عاجز بالكامل انه هو يفكر يسدد القرض. نعم. بيسدد الفوائد عليه ومضطر يفوت بموسم جديد ولو انه بده يكون يعني اضراره كتير. انا بدي اقوله يعني لفتني انه انتم مش مسجلين لا بالضمان الصحي ولا ضمان اجتماعي، وطبعا هذا هو مطلب لكل المزارعين. انتم تحديدا يعني من خلال متابعتكم ومراجعتكم مع المعنيين مع النقابه، انتم كتجمع مع نقابه الشمال، شو هو مخططكم اذا انتم بقيتوا على وضعكم؟ هلا بالعموم المزارعين عايشين قدرهم لا أكثر ولا أقل. نحن يعني حاطين ببرنامجنا واحدة من النقاط اللي عم نشتغل عليها. نعم. أنه تعريف هذه العلاقة مع الإدارة شو يعني مستقبلها بده يكون. نعم. هذا المزارع اللي هو لا معترف فيه أجير ولا معترف فيه عامل مياوم ولا معترف فيه أنه متعاقد مع الإدارة ولا أنه هو موظف رسمي عند الحكومة اللبنانية، وبالتالي من خلال هذه الشركة الاستثمارية اللي اسمها إدارة الريجي. نعم. عم بيتم التعاطي مع هذا القطاع، ما له أي تعريف في تصريح، هذا صلة الوصل ما بين المزارع وما بين الإدارة. بيروح بيزرع بيتكلف بيتحمل وزر الأضرار. قد بيكلف على الدنوب المزارع اليوم؟ قد بيكلفك الدنوب؟ بيكلف حدود 30-35%. نعم. كل دنوم بيكلف 30، يعني الأربع دنومات في دنوم وشوي، هودي مصاريف. هو مصاريف. الضمان ايه مطلب، لانه هذا المزارع يعني عنده مصاريفات حياه يعني. بس تعرف انت قلت لي انه هيدي يعني عم بتكون مهنه رديفه، يعني والضمان اذا انت كان عندك مهنه ثانيه ومسجل فيها او عم تشتغل فيها ما بيقدر يعني يضمنك من جديد. مهنه رديفه. نعم. صحيح، وانا يعني رح اكون صريح وما في شيء مخبى يعني. نعم. انه الدخانات لحالهم ما بيعيشوا عائله ولا باي شكل، رب الاسره عم بيظهر على شغله بالمهنه اللي بيزاولها. هذا الموسم والعائلة بكاملها بتكون معنية بموسم اللي سلمتوا انتوا. هلا يعني احنا بمرحلة تسليم. هلا فتحت. نعم. الريجي مستودعاتها. نعم. بالمناطق الجنوب. هو امتى بتقبضوا؟ بعد اسبوع لحد 10 ايام. كثير منيح. ايه بس آلية القبض بعدني عم بقول لك، يعني تشيك بيجي على البنك لانه مرهون الرخصة، يعني المزارع ما بيملك. نعم. الرخصة مرهونة عند المصرف. نعم. الفلاني. نعم. بيروح ما قادر يسدد، عنده حاجات ومصاريفه بده شويه سيوله وكاش، بيسدد الفايده وبيرجع بياخذ القرض
عن جديد للسنة القادمة ويمكن تعلى الفايدة أكثر. بالنسبة لك قديش عم تكون نسبة الفايدة سيدي؟ اللي أنت عم تتكلفها وبتدفع، قلت لي أنت من الناس اللي أخذوا قروض وعليت اليوم. نعم. قديش نسبة الفايدة عم بتكون كبيرة؟ عم توصل لـ 14.5%. أنا بدفع بالسنة على الـ 5 مليون ليرة حوالي شي 685 ألف ليرة. هو بدفعهم للبنك بس لجدد القرض. طبعا نحن يعني باول اطلالي لك عبر مشاكل وحلول سعينا ان نضوي على فصول هذه المعاناه، على فصول هذه المشكله، هذه القضيه. بالختام شو بتحب تقول استاذ خليل؟ مطلوب انصاف المزارع بدل اتعابه لا اكثر ولا اقل، لا للنقي السياسي يعني. لا بدنا نحمل على حدا. هلا في على ضوء هذا المطلب في يعني في مسؤوليه على عاتق الحكومه اللبنانيه، بالتالي نحن مواطنين وعم ندفع ضريبه وعايشين على الارض اللبنانيه ومعنيين بالعلاقه مع هذه الهويه. نعم. مطلوب من الحكومه اللبنانيه اعاده النظر بصياغه علاقه جديده تنصف المزارع. ان شاء الله خير. اول نقطه بتكون فيها هي كسر حصريه العلاقه ما بين المزارع والشركه اللي عم تستثمره وعم تستغله. ان شاء الله باطلاله ثانيه بنحكي منحكي بالتفصيل اكثر. هلا خلص وقتنا، عم بتقلي كسر حتى ما يفتكروا انه نحن ما خليناك تكفي كسر الحصريه، لا شو بدك تكسرها؟ خلي يكون في تنافس، هذا التنافس بين الشركات بالاستثمار ممكن يخلق شويه عداله وشويه تعويضات حقوق للمزارع. ان شاء الله خير، ما يكون في استغلال بالمطلق. شكرا لك. ان شاء الله خير سيدي، اهلا وسهلا فيك. عضو تجمع مزارعي التبغ في الجنوب خليل ديب. اصدقائي هلا بنوقف مع فاصل مع الاعلان وبنرجع نتابع. وبالختام أصدقائي المشاهدين بنكون سوا مع أجواء مؤتمر الأدوار السبعة للصيدلي، بناء مستقبل المهنة للصيدلة في لبنان. طبعا هذا التحقيق الخاص بمشاكل وحلول من خلال مواكبتنا ومتابعتنا لهذه المواضيع. مع هالروبورتاج بنوصل لنهاية حلقتنا، بشكركم وبشكر متابعتكم، وبنشكر سلام المعلم خليفة مخرجة هذه الحلقة. إلى اللقاء. مناسبة سنوية ولكن يوم بتكتسب أهمية، لأنه عيد 25 لنقابة الصيادلي، ونقابة الصيادلي يعني خلال كل هذه المدة تسعى إلى أن تكون هذه المهنة مهنة إنسانية بامتياز، مهنة أساسية بمنظومة الصحة. ونحن كمجلس نيابي وكلجنة صحة نحن دائما كنا وسنبقى مع كل ما يسهل عمل هذه النقابة وكل ما يساهم بتحسين أوضاع الصيدلة الحياتية وتحسين أيضا أدائه وتحسين العلاقة بين الصيدلة الطبيب والمريض. نحن اليوم نعتبر أنه أي مؤتمر بيصير له علاقة بالقطاع الصحي، الصناعة الدوائية مفروض تكون موجودة فيه كونها هي ركن أساس بهالنظام الصحي والاقتصادي. اليوم عنوان المؤتمر سبعة أدوار للصيدلي. نحن بنقول كمان الصناعة الدوائية من على هالمنبر هي كمان عندها سبعة أدوار، مشان هيك بتتكامل مع دور الصيدلي، وهن اثنيناتهم اليوم بيتوا ركن أساسي بالنظام الصحي. اليوم الصناعة الدوائية بتأمن الأسعار المناسبة ولها قيمة مضافة، بتأمن الدواء النوعي بأفضل المعايير العالمية. اليوم عم تقدر تأمن تغطية صحية شاملة أوسع كونها هي عم بتخفف الأعباء على المؤسسات الضامنة والإنشورنس. اليوم هي قادرة تأمن فرص العمل للأخصائيين وأهم الصيادلة، وهيدي اليوم مشكلة كبيرة بلبنان، فمنساهم بإبقاء الثروة بلبنان. اليوم قادرة تأمن مداخيل عبر التصدير، وأهم كمان أنه قادرة نحن عبر الاستثمارات اللي عم نعملها بلبنان نستقطب المختبرات العالمية للتصنيع محلياً ورفع المستوى الصحي بلبنان والمنطقة. مشان هيك جايين كمان من على هالمنبر نعود وندعي المسؤولين، وهي صرخة للمسؤولين، انه مثل ما بالدول المجاورة حصة الصناعة الوطنية اهم من الاستيراد، مفروض نعلى بحصة الدواء بلبنان 7% اقله الى 30%، مفروض نشتغل على قوانين لنطبق المعاملة بالمثل، مفروض نشتغل لنأمن فرص عمل لكل الأخصائيين، برجع بقول وخاصة للصيادلة. من هون كان تواجدنا اليوم بهالمؤتمر مع الصيادلة. It's a great pleasure to be here at the Lebanese Order of Pharmacists, the 25th Annual Congress.
on behalf of the Royal Pharmaceutical Society and looking forward to signing an agreement with our two professions and the two nations and supporting pharmacist members in Lebanon in terms of professional development in making Lebanese pharmacists one of the best in not just the Arab countries but throughout the world. جينا هنا إلى لبنان أولا للاتحاد الاتحاد العربي للصيادلة لكي يكون بيننا وبينهم علاقة أمن في الدواء علاقة في أمن في التبادل التجاري إن شاء الله في المواد الاصطناعية للأدوية ونحن أول الأولوية هي للمريض أي يعني نؤمن الدواء للمريض ونحافظ على الصحة العمومية للمريض. هذه الثورة بدنا نطلقها اليوم هي دور الصيدلة. دور الصيدلة كتير مهم بالمنظومة الصحية ومثل ما حكينا بالسابق أنه دور الصيدلة بالمنظومة الصحية هو أساس ما حدا فيه يحطنا على جنب. نحن الصيادلة إن كنا موجودين بالمستشفيات أو كنا موجودين بصيدلياتنا أو وين ما يكون بمحل عملنا نحن عم نقدم خدمات للمواطن عم نقدم خدمات حتى للقطاع الصحي بكل جوانبه حتى نأمن الدواء الآمن والسليم ويكون المريض عم ياخذ الدواء بطريقة فعالة بطريقة أفضل لأنه مثل ما بتعرف كل مرة بيكون في عنا استعمال دواء بمحل ما في عنا مخاطر لإله وهذه المخاطر لازم يكون في شخص عم ينتبه عليها عم يراقبها ويكون ذو اختصاص يعني شخص عنده اختصاص ومين في أحسن من الصيدلة بالمجتمع أنه يكون هو خبير للدواء هو نحن من هيك نحن هذه الخبرات لازم نطورها لازم نحط لها أرضية نقدر نشتغل عليها مثل حيلا قطاع تاني ومن هون نحن اليوم موجودين هون تنطلق هذه الحملة اللي هو الملف الدوائي الرقمي اللي من خلاله نحن رح نقدر نقدم الخدمات بالمستقبل تكون موثقة بطريقة نقدر نعمل دراسات عليها وتكون واضحة لكل العالم تكون واضحة للقطاع الصيدلاني تكون واضحة لوزارة الصحة وأهم شيء تكون واضحة للمواطنين اللبنانيين نحن اليوم رح ننتقل من مرحلة لمرحلة وخاصة إنه وزارة الصحة اليوم داعمة هذا المشروع وبنتم تعرف بس يكون في عنا الدولة دائما بمشروع بتكون الخطوة المستقبلية بتكون أريح بتكون متينة أكتر بتكون فيها دعم وطني مثل ما بتشوفوا بحيالله مشروع بيمشي بحيالله بلد وبينجح بمطرح ما هو بده يوصل له مثل ما قلت لك نحن مطرح ما بدنا نوصل بالنتيجة هي المواطن وخدمة المواطن وصحته بالأساس. هذا المؤتمر مدعوين عليه وأنا ممثل فخامة رئيس الجمهورية مؤتمر 25 يوبيل الفضي للنقابة مؤتمر يعني توجيه النائب وتوجيه النقابة وتوجيه فخامة الرئيس وتوجيه الوزارة هو لمكافحة الفساد ومكافحة الدواء المغشوش ومكافحة كل أنواع التمادي بصحة المواطن تلاعب بصحة المواطن وحضرة النائب والنقابة واقفين مواقف مشرفة منذ إنشاء هذه النقابة وحتى اليوم وقبل هذه النقابة كمان اللي هي نقابة منتخبة بشكل ديمقراطي للدفاع أكيد عن مهنة الصيدلة بلبنان ولكن للدفاع عن صحة المواطن. هذه المرة الأولى بتاريخ نقابة صيدلة لبنان بيتم فيها مشاركة جامعة روسية بالمحاضرات بحضور بروفيسورية وكانت المحاضرات باللغة الروسية المقصود منها أنه التوجه بالمعلومات الجديدة والخبرة اللي من زمن لهلا تغيرت أكيد عم تتطور بكل العالم فكان مشاركة عميد كلية الطب وعميدة كلية الصيدلة من جامعة روسية مايكوب الحكومية أنا برأيي دايما المشاركة مفيدة جدا أن نتبادل خبرات العالم كله وهذا سر نجاح المؤتمر. نحن كروسيا الآن كثير مهتمين في تطوير التعاون في مجالات تعليم عالي فاليوم بين دولتين ونحن كروسيا سنويا نقدم للبنانيين منح دراسية حتى يدرسوا كمان صيدلة وطب ففي لبنان تجد عدد كثير من خريجين جامعات روسية وصفية. مهنة الصيدلة في لبنان واصلة إلى مراحل متطورة. إحنا دائما في العراق ننظر لها بمنظار إيجابي ونحاول إنه نستفاد من تجربة لبنان لتطبيقها على العراق وخاصة في السيطرة على الأدوية المهربة والمخشوشة
سيطرة على الأسعار في الأدوية. وفي العراق بلشنا بمشروع تسعيرة الدواء وسيطرة على الأدوية المهربة والمغشوشة خلال مشروع مشترك مع وزارة الصحة. فالخطوات الإيجابية اللي تقوم بها نقابة صيدلة لبنان احنا ايضا في صدد الاستفادة منها والأخذ من تجربتهم بشكل إيجابي. نحن بالأردن وضعنا مختلف، عندنا رقابة كثير هائلة، كانت هي ضمن مشكلة موجودة في الدول العربية بشكل خاص التحويل ما بين الحدود، ولكن هلا بالتنسيق الجهود ما بين النقابات كمان لنعمل كنترول انه ما يدخل ادوية من بلد لبلد من غير رقابة ومن غير تنظيم. ونحن كأردن دائما عندنا مشاركة كثير فاعلة في المؤتمر، عندنا بحدود 80 صيدلي يجي من الأردن يحضر المؤتمر، وهذا بصراحة إذا بدل على إشي بدل على كيف إنه العلاقات بين الدول العربية أي نعم تنهار سياسيا، ولكن بالصيدلي قاعدين نتوحد ونتبادل أفكار وخبرات من بعض. إن وزارة الصحة العامة وضمن إطار سياستها العامة وبتوجيه من معالي الوزير وسعادة المدير العام تسعى لتعزيز الصحة وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين، وذلك بالعلاج والوقاية والتوعية، وتحرص على مواكبة التطور وتحديث الإدارة من خلال إعطاء المعلوماتية الصحية حيزاً من نشاطنا. إن وزارة الصحة العامة تؤمن بالتعاون والشراكة والتنسيق مع مختلف الشركاء المعنيين، وفي هذا السياق لقد تم الاتفاق مع نقابة صيادلة لبنان على مشروع تعاون حول موضوع اعتماد الملف الدوائي الرقمي للمريض في الصيدليات من خلال مكننة الوصفة الطبية الموحدة ودمجها بنظام باركود الأدوية بهدف تأمين وصول الدواء الآمن والعلاج الصحيح للمريض. وسوف يتم إطلاق هذا المشروع قريباً بعد إنجاز الترتيبات اللازمة.